قطاعات الناشئين هي من أكثر الأماكن فساداً وانحداراً أخلاقياً ومهنياً في مصر. نقطة ونبتدي من أول السطر. لحد كده انت ما حدش طلب منك فلوس؟ لا انا في ناس طلبت مني كتير، بس واحنا بندردش كده انت كنت قلت لي موضوع بخصوص الزمالك. طبعا هو بص، هو انا الزمالك طبعا نادي محترم وعلى دماغي من فوق، بس الواحد لما يكون مدي للنادي اكتر يعني على قد ما يعني بتعمل اللي عليك على قد جهده واكتر من جهده كمان، يجي يطلب منه مبلغ عشان يجدد له، ده طبعا يعني انت في نادي الزمالك انطلب منك مبلغ عشان انت مخلص الدوري، هداف الدوري واحسن لاعب في الدوري 29 جون، وانطلب منك مبلغ عشان اجدد، عشان تجدد. بس من كابتن كارم شعبان ده قال له انا كان هحطهم في جيبه ولا هحطهم للنادي ولا ما اعرفش، كان عايزين ارجع الزمالك تاني. قلت لا انا العب في اي حته، طبعا نادي الزمالك برضو على دماغي، بس هو يمكن بسبب الدروب اللي حصل معاك ده. طبعا لما عرفت اللي جاي الاهلي طبعا حاجه فرحتني، اللي انا بلعب في احسن نادي في مصر حاجه تشرف اي حد. انا شخصيا اعرف ناس من افضل المواهب في مصر وما كانش ليها توفيق في الانديه بسبب الاستثمار وبسبب العلاقات، اللي هو مثلا لاعب معين هيلعب عليه عشان هو ليه علاقات كويسه. بتبقى الاستثمار الوسائط وكده، دلوقتي لا بقى وسائط واستثمار، يعني احنا كل مرحله بنعدي بيبقى الموضوع اصعب. كمان كام سنه هتلاقي حاجه تانية محدش يعرفها زي ما كانش حد يعرف الاستثمار. طيب انت قلت لي ان في شخصيه من الشخصيات اللي كان ليها حاجه سابقه معاك قبل كده وموقف، قلت لي كابتن احمد فواز. طبعا كابتن احمد فواز من الشخصيات المحترمه، كان رئيس قطاع الناشئين بنادي الزرق. تمام. فهو كان بيطلب من اللعيبه بتاع 5-6 آلاف ويروح يعيتهم في الزرقاء، ده انا الزرقاء هوديك الزرقاء مش هوديك الزرقاء، يعني هو انا احمد عايز اروح نادي. فهو بياخد احمد ده يقول له انا عايز 6000 او 7000 عشان ايه تروح النادي. تمام. ياخد ورقه والدنيا ديت ويمضيه. هو انت في مجال الكوره دلوقتي، انت كلامك معناه ان انا لاعب كوره النادي ما بيطلبنيش عشان انا لعيب، لا عشان فلوسك. طيب احمد انت بتقول كلام يعني لسه اول مره نتكلم فيه او اول مره الناس تعرفه بالتفصيل ده، يعني احمد مسؤول عن الكلام اللي هو بيقوله؟ والله كابتن مصطفى احمد بيبقى مسؤول عن الحاجات اللي هو شافها وقالها، يعني انا شفت ده هطلع اقول ده، ولا هزود كلمه ولا هزود حرف. يعني هو دلوقتي انا كابتن، طيب انا مسؤول عن فرقه معينه او عن سن معين، فانا هجيب فلان الفلاني العبه عندي في النادي وهقول ان هو موهوب، مش هقول ان دافع فلوس. واضح. يعني مثلا مش اللي انا مثلا بدخل لعيب واحد بس او اتنين، لا اللي بيجي المستثمر بيشتري قطاع ناشئين كامل، يعني التيم بتاع نادي كامل، يعني اساس نادي كامل بيشتريه وبيعمل اللي هو عايزه، هيضيف فيه اللاعب اللي هو عايزه ولا هيطلع منه اللاعب اللي هو عايزه، هيضيف فيه اللاعب اللي هيدفع فلوس، وهو مش هيطلع لاعب بقى اللي هو مثلا لاعب ما حصلش، لا هو كده كده كل اللي هيجي مثلا حتى لو عنده لاعب ما حصلش هيفضل اللي دافع فلوس عليه. طبعا ان اهم حاجه مصلحته، مش اهم حاجه مصلحه اللاعب. طبعا دي كانت قديمه، دي كانت زمان، كانت قديمه ودلوقتي موجوده بس في الدرجه الاولى بس، يعني اللعيب اللي بيلعب فيرست. ما هو انت طبيعي، ما هو اصل انت دلوقتي بقيت قدام الناس كلها، فانت ما فيش مجال ان انت ما فيش طبعا اي فرصه ان انا حتى اعمل حاجه زي كده. بس هي بتبقى في الناشئين وعشان بتبقى سهل بس شوف موجود ناس مسؤوله عن قطاعات الناشئين، يعني اكيد هم موجود. ما هو دلوقتي بقى رئيس قطاع الناشئين ممكن يعمل كده، بياخد فلوس، ياخد رئيس قطاع الناشئين في نوادي، بس طبعا مش النوادي اللي يعني مش بيبقى في الدوري الممتاز، نوادي محدوده. طبعا مش هتيجي تقول مش في النوادي كلها. وحصل موقف يعني، وانا يعني بسبب موقف زي ده، كان زمان كنا بنلعب في مهرجان البراعم في المقاولين، كان بيبقى كله في المقاولين وكده، ولعيب جاب غطا عربيه للمدرب، والد لعيب قصدي جاب غطا عربيه للمدرب، لعب عليا وانا اللي مكابتن فرقه. انا يعني ساعتها كابتن فرقه، مش اللي هو لاعب، مش بس لاعب مميز، لا ده انت لاعب مثلا عندك الموهبه وكابتن الفريق. بالظبط جاب، لا وانا من يعني انا من نفسي اصلا، انا وانا من وانا صغير ما لعبتش الكوره مثلا اللي هو هوايه وسنه وسنتين، لا ان هي اكل عيش.
مصدر دخلي ومصدر مستقبلي وكل حاجه. فلما الاقي حاجه زي كده انا اكيد خدت في نفسيتي فاهمني. اه طبعا الواحد مر يعني فتره رخمه ولسه صغير في اتحاد الشرطه. اه وانا صغير بس دي طبعا زمان. دلوقتي الناس في الشرطه يعني بسم الله ما شاء الله ماشيين كويس جدا والنادي كمان بيسعى ان هو ان شاء الله يعني يصعد ممتاز بيه ويرجع تاني لمكانه الشرطه. طبعا انت سبت اتحاد الشرطه ورحت النصر. رحت النصر موسم واحد بالظبط ومشيت من النصر على طول. كان كابتن اسمه كابتن مجدي طه كان في الغابه هو اللي يعني كلم والدي وبتاع احنا عايزين حسن. رحت والحمد لله يعني لعبت 4 سنين أو 5 سنين في الفتره ديت في الغابه بس لحد ما جت في 2016 كنا بنلعب بقطاع كوبرا. فكان كنا بنلعب الشرقيه للدخان كان قطاع كوبرا يعني جيزه والقاهره وكده تحت الجمهوريه بالظبط. وكان كابتن امام محمدين موجود وكابتن عمرو انور مدير كان في الفتره ديت كان منتخب ال2000 وكانوا جايين بيبصوا على لعيبه لمنتخب ال2000 تمام. بس وكان في كلام ان انا رايح ام بي وكابتن امام محمدين كلمني ان انا اروح ام بي بتاع بس طبعا ما حصلش نصيب الحمد لله طبعا. بس يعني اكيد كان في اقتراحات ان انت تدخل النادي او تقضي فتره معايشه وليكن في كابتن فلان هيشوفك. احنا عندنا في نادي الغابه يعني رئيس قطاع الناشئين عندنا كابتن طارق ضياء والراجل المحترم طبعا هو اللي اقترح على انبي ان انا اروح. يعني هو شاف حسن لعيب ويستاهل ان هو يكون بس ما حصلش نصيب بس الحمد لله يعني الحمد لله طبعا. الاول انت كان عندك احساس او كان عندك توقع ان انت ممكن يتم استدعائك لمنتخب مصر؟ لا طبعا لا طبعا. اتفاجئت طبعا الموضوع. اتفاجئت بس هو الواحد يعني فاهم انت بتتعب فربنا بيكرمك. ازاي جالك ازاي بقى من خبر ان انت تنضم للمنتخب؟ جالي خبر يعني هو في يعني واحد عزيز عليا يعني اخويا يعني وبتاع هو قريب قوي من كابتن عمرو كابتن عمرو انور. هو قال لي كابتن عمرو انور اتكلم عن الكلام كويس في الماتش وان شاء الله ممكن تبقى في تجمعات من المنتخب التجمعات الجايه لمنتخب مصر. بس انا قلت له ربنا يكرم طبعا وفكرنا في اللي جاي كان عشان كانت بطوله كويسه بطوله القطاعات وكده ورحت وما حصلش نصيب ما كملتش يعني كابتن عمرو استقال. فجي المدرب اللي جه بعد كده كان كابتن مش فاكر اسمه قوي يعني جه اختار اللعيبه يعني من اهلي من ام بي كده بس وحصلش نصيب يعني وما كملتش. طب هو يعني وليكن ان انا موجود في المنتخب وعارف حسن عارف امكانياته مش شرط ان هو يكون بيلعب في الاهلي. الجهاز الفني مشي يعني كابتن انا فاهم يعني انا رحت تجمع جه جهاز جديد رحت تجمع المنتخب وكنت كويس جدا الحمد لله وعملنا ماتشات وديه مش في يعني مع فرق ثانيه ومنتخبات مش عارف منتخب ايه كده ومنتخبات يعني من مصر منتخب مثلا محافظه كذا كده. ايوه وكنت ماشي كويس جدا وكان كابتن عمرو بيكلمني كويس وهايل واستمر واستمر وكده بس وكابتن عمرو استقال. انا ما يعني كان خلاص فاضل على تقريبا الماتش اللي هو التصفيات ديت اسبوعين او ثلاثه فانا لقيت نفسي بعيد وانا ماليش علاقات مثلا مع حد من الـ من الـ من المنتخب يعني من الجهاز الجديد من الجهاز الجديد خالص اللي انا اعرف انا ايه بس وانت تعرف المنتخب استدعيتك خلاص ما استدعيتكش خلاص ما ينفعش تتكلم في اي حاجه ثانيه طبعا. اه طبعا طبعا. انت شايف ان مدربين الناشئين عندنا بحاجه ان هم ياخدوا دورات او تدريبات نفسيه ازاي تتعامل مع اللاعب الناشئ ازاي تتعامل مع اللاعب الناشئ ازاي تتعامل اصلا مع اللاعب الصغير خالص اللي هو في مرحله البراعم ازاي حابب اللاعب في الكوره معلش اصل اللاعب في البراعم انت ممكن في مدربين ممكن يضيعوا مستقبله يعني انت بتقول ممكن يمرنوا تمارين اصلا صعبه هو مش هيعرف يعني انما لعيب صغير في السن ده بيبقى بيفرح مثلا تلعبه ضربه جزاء يعني الثقافه النفسيه موجوده وكمان المدربين يعني في مدربين بيتخنق من اولياء الامور بمعنى الامر بيفضل يزن على المدرب بعد كل تمرين هيطلع يتكلم معاه ده غلط يعني في اوروبا لو هتستحق تلعب هتلعب بالظبط انا ولي الامر ما يكلمنيش وبعدين اللعيب بيشتت يعني انا والدي الحمد لله طبعا ده في حته تانية خالص انا اخويا لعب في انبي 11 سنه ولعب زمالك ولعب هو كان بيجي مثلا لو اخويا مثلا او انا كويسين او جايبين اجوان وجايبين وهو يا اخويا جون بس كان مركزه حارس مرمى كان حارس مرمى كان بيلعب في انبي 11 سنه وكان كابتن فريق نادي انبي ولاعب زمالك ولاعب داخليه وكده
كان بيجي مثلا انت وحش يعني شايفك ان انت كويس قوي، لا اقول لك انت مش كويس عشان تزيد فاهمني، بيحفزك بيديك، انما ما يكلمنيش. بس ده موجود في بعض الاحيان، مش موجود طبعا، مش باستمرار. بس بيبقى في ولي امر مثلا، انا كلاعب لسه صغير وببص على ابويا وببص للمدرب، ببص هنا، فانا ذات نفسي حتى لو انا كويس هتشتت من ده وده. يعني في اني روبن في بايرن ميونخ، وكان روبن يعني بايرن ميونخ عاشت عليه سنين قوي، هو كان نجم الفرقه، لما واد ده ابن اختبارات كان هو واقف بره النادي. ما ينفعش في اوروبا ان انت تخش اصلا لحد عمر 16 سنه او 17 سنه. هو احنا ممكن نبص الموضوع بنظره تانية، ان ابن روبن هو داخل الناشئين بالظبط يعني، وابن روبن انا متاكد يعني ان هو لو عندنا هنا في مصر ما كانش هيخش اختبارات، هيمضي ويمشي، ما كانش هيخش اختبارات. ايوه هيمضي ويقعد في البيت لحد ما يجي ماتشات يلعب على الماتشات. روبن بقى يعني الموضوع مختلف هنا غير، ويمكن هو ده اللي مخلينا متاخرين. بعيد. احنا بعيد جدا، بعيد جدا فوق ما تتخيل، بعيد بعيد بطريقه فظيعه يعني. وكله بسبب التاسيس يعني، انت اسس صح هتلاقي يعني المدرب ذات نفسه لو متاسس صح هياسس اللاعب صح. انما احنا دلوقتي اللي يعني اللي عامل موضوع الاستثمار، واللي عامل طبعا مدربين مثلا اهلي، انبي، زمالك، جيش، دجله، مدربين دي كويسه جدا. تمام. طيب احمد يعني شايف ان ازاي احنا ممكن نقدر نعالج الموضوع اللي بيحصل في قطاعات الناشئين؟ والله يا كابتن، هو انت اللي في ايدك تعالجها يعني. الاشخاص اللي هي بيضحك عليها هي المهيه اللي تعالجها. لما كابتن مثلا يروح له لولي امر انا عايز 5000 ولا 10000 علشان امضي مثلا ابنك في كذا في حته مثلا في الزمالك، ما هو ده اكتر حاجه، ما ده خد منه اكيد هياخد من ده العمليه هتسوء. بس هو لو ما دفعش مش هيلعب. لا هو لو ما دفعش هو مش هيلعب، بس هو غصب عنه هيلعبه عشان مش هيبقى في قطاع ناشئين في مصر. هو انا كنت متوقع فساد اقل من كده. لا الموضوع صعب في مصر. انا طالع هتكلم وبثقه الحمد لله، انا عارف انا بقول ايه. الاشخاص اللي انا اتكلمت عليها حصلت. انت قلت لي اسامي انا ما كنتش اتوقع. طبعا كابتن سعيد، طبعا كابتن سعيد للاحترام طبعا، واحترامه على دماغي. بس انا شفت موقف حصل يعني. يعني كابتن كارم ده انا كنت معاه النهارده، يعني كابتن كارم الشيخ ده كنت معاه النهارده. فحكى لي الموضوع بتاع المقاصه والدنيا ديت، فاتاكدت منه. وانا شخصيا كان تاني النقطه دي يعني، هو كابتن كارم هو اللي حكى لك موضوع، حكى لي الموضوع عايز مثلا. هو كان قال لي شخصيا لو حد عايز يروح المقاصه قول له 15 و13 ومضيه. يعني هو الموضوع ماشي تسويق كده بينك وبين بعض. انت مثلا تيجي تقول لي لو عايز تروح المقاصه هتدفع كذا مثلا، فأنا 15 هدفع المبلغ واروح المقاصه للكابتن كارم وتروح على ويمضي وهتلعب، بس بعد سنه لو اعلى تبقى في الشارع ولا تبقى في الدرجه الرابعه. يعني المبلغ اللي انا بدفعه ده عشان اخش مثلا اقضي موسم، عشان تقضي موسم وما بقاش ضامن انا هلعب، تطلع لك كارنيه ما بيسواش 5 جنيه يعني مع احترام الناس كلها، وبتلعب بعد السنه. لا انت فين بقى، عايز لك كمان 15000 جنيه عشان تلعب في حته ثانيه. يعني انت كل موسم هتحتاج ان انت بتدفع فلوس. والله اعلم هتوصل للفريق الاول ولا هيرموك. يعني كابتن احمد دونجا يطلع يقول كده الناس كلها على مسؤوليتي، الشخص ده عمل كذا كذا كذا. ايوه انا بتكلم اللي انا شفته. كابتن حسن بقى اخر حاجه، انت لعبت في الاتحاد والنصر والغاب، اتحاد الشرطه والنصر، شايف انه خطوه كانت تاثيرا عليك؟ تاثيرا عليا طبعا الغابه. الغابه ان انا كان معايا مدرب بشكر ربنا ان هو جه في الوقت دوت من حسن، كابتن اسامه طبعا دوت قدر يستغل امكانيات طبعاً حسن طبعاً ويطلع افضل حاجه عنه طبعا. لا يعني بجد علم حسن الكوره، يعني اعلم حاجات كتير قوي في حسن. وطبعا مشكوره طبعا. لكن الفتره من ساعه يعني انا من اول ما اتصعدت الدرجه الاولى مع كابتن مصطفى طه كنت ماشي كويس جدا. هي بس السنه اللي فاصله بين السنه ديت وديت، ديت اللي تعبتني نفسيا يعني. كنت حتى ببقى مش طايق اروح التمرين، ببقى مخنوق نفسيا، فدي قللت طبعا من مستوايا كتير. بس الواحد الحمد لله رجع مع فتره كابتن عمرو الدالي طبعا، اشكره طبعا، رجع الواحد اتعامل معاه نفسيا مش كرويا حاجه على جنب، لا نفسيا اهم حاجه طبعا يعني. وكل لعيبه يعني كل لعيبه ليه صفه يعني. انا لو مرتاح نفسيا هعمل حاجات كويسه، هتطلع افضل ما عندك. في لعيبه لا مرتاح نفسيا مش مرتاح نفسيا بتلعب، ودي ميزه طبعا كويسه، وربنا يكرم الكل طبعا. كابتن احمد انت نورتني.
وانا طبعا مبسوط ان انت كنت موجود معايا النهارده، وان شاء الله ربنا يكرمك ونشوفك نجم كبير في اوروبا وطبعا منتخب مصر. كابتن حسن انت نورتني، ان شاء الله طبعا التوفيق ونشوفك في الدوري الممتاز قريب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وكده تكون انتهت حلقتنا، واستنونا في حلقه جايه على المكشوف. تصبحوا على خير.